السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر. البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية ان شاء الله. النهاردة حلقة اليوم حلقة استثنائية، حلقة مهمة لازم تسمعوا كل حرف من البداية للنهاية علشان المعلومات تصل ببعضها ونصل في النهاية للحل اللي احنا عايزينه. هنتكلم عن عدة نقاط مرتبطة ببعضها، ازاي نعرف ان في تواصل روحي بينك وبين الشخص اللي انت بتفكر فيه، وايه موضوع الحب من طرف واحد اللي كتير بيسألني عليه، وايه موضوع التجاهل، وايه موضوع التفكير المستمر وعلاماته، حاجات متناقضة كتير بشعر بيها. يعني بيجي لي اسئلة بيقولوا لي ان احنا بنشعر بمشاعر متناقضة، في حب في تجاهل، مش عارفة هل هو كده بيحبني، ده عامل لي بلوك، هل هو كده بيحبني، طب ازاي في تواصل روحي ما بيننا وهو مبلكني وعامل لي بلوك على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في الواقع المادي عامل لي بلوك، حتى بيتجاهلني، انا حاسة ان انا اللي بحبه بس، انا حاسة ان انا عايشة في اسئلة كتير جدا بتدور في دماغكم وانا عارفاها هنأجب عليها في الحلقة دي. اول حاجة عايزاكم تعرفوها، طول ما انت او انت مشغول طاقيا بانسان معين كل وقتك مكرسه للتفكير في هذا الانسان، حاسس ان هو مستحوذ على طاقتك، حاسس ان طاقتك تجمدت عند هذا الشخص ومعدتش شايف غيره، تأكد ان بتوجه لك طاقات من هذا الشخص 100%. عاوزاكم تتأكدوا من شيء، شعوركم الداخلي، احساسكم ان الشخص ده بيحبكم او بيكنلكم مشاعر حب او بيبادلكم نفس المشاعر، بيبقى احساس صح. الاحساس مش بيجيلك من فراغ، احساسك بالاشخاص او بالاشياء او بالاحداث اللي هتحصل ما بيجيش من فراغ. الإحساس اللي عندك أو اللي بتشعر بيه ده طاقة اتولدت داخل مجالك الطاقي، انذار جه لعقلك اللاواعي، أم عقلك اللاواعي نبه عقلك الواعي وبقى إحساس وبقى شعور حسيت بيه في الواقع المادي. الإحساس ده بيتولد إزاي؟ بيجي منين؟ إحساسك إن الشخص بيحبك أو إحساس مشاعر الحب اللي أنت حاسسها تجاه الطرف الآخر، مشاعر الحب دي جات إزاي؟ اتولدت إزاي؟ لازم تعرفوا معلومة طاقية مهمة جدا محدش هيقول لكم عليها غير هنا في القناة، إن كل إنسان ربنا خلقه ليه بصمة طاقية بتختلف عن الإنسان الآخر، زي ما كل إنسان ليه بصمة إيد معينة، كل انسان برضو ليه بصمة طاقية احنا ما بنشوفهاش، احنا بنستشعرها بنحسها. طيب انا ليه بصمة طاقية وغيري ليه بصمة طاقية؟ كل انسان ليه بصمة طاقية مختلفة عن الانسان الاخر، متفقين في هذا. هذه البصمات الطاقية بتحمل شحنات معينة، لما هذه الشحنات بتتساوى مع شحنات الشخص اللي انت بتفكر فيه، هنا بينشأ التواصل الروحي ما بينكم وبتنشأ مشاعر الحب. وهنا بتبدأ تتساءل، انا بحب الشخص، هل هو بيحبني؟ هل بيبادلني نفس المشاعر؟ ايوه بيبادلك نفس المشاعر حتى لو مش مبين لك هذا. طيب الواجب ايه؟ انا يجب ان انا اعمل ايه لما اصل الى هذه المشاعر او اشعر بهذه المشاعر؟ يجب عليك هنا التوازن النفسي. يعني ايه التوازن النفسي؟ التوازن النفسي ان انت تكون انسان ثقتك بنفسك عالية. الكلام ده قلته كتير، مشاعر الحب ما تأثرش ابدا على مزاجك ولا على طاقتك. اول ما تحس ان مشاعر الحب بتسيطر على مزاجك وبتسيطر على طاقتك وان انت مش قادر تسيطر على نفسك، عايز تتواصل مع الشخص باي طريقة،
مش مستحمل ان الشخص يبعد عنك، مش مستحمل ان انت تعرف مشاعر الشخص تجاهك اللي انا قلت لك ان هو بيحبك وبيفكر فيك. هنا طاقتك بتقل، بتنزل، المستوى الطاقي ليك بيقل، الطاقات السلبية بتتمكن منك واحدة واحدة، وهنا تحس ان انت بقيت متعلق بالشخص الاخر. هو بيفكر فيك وبيحبك وكل شيء، لكن عاوزك تفضل في نفس المستوى الطاقي معاه، بصمتك الطاقية تكون شحنتها قوية، تكون شحنتها متساوية معاه، ما تقلش. علشان هنا ساعات بيحصل للشخص ايه لما انت طاقتك السلبية بتزيد، الشخص الاخر بيحصل له بيزيد عنده مشاعر الاستغناء، ممكن يستغنى عنك. بيحبك بس هيقدر يستغنى عنك، هيقدر يعيش من غيرك. مشاعر الحب مش هتبقى مكبلاه، مش هتبقى مسيطرة عليه قوي زي ما هي مسيطرة عليك. عايزكم تعرفوا شيء مهم جدا، ان احنا ما نحكمش على الامور من الوهلة الاولى. في اشياء ما بتبقاش باينه، احنا مش عارفين عنها شيء، هي اللي بتبقى متحكمه في الامر كله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش اي شخص يقول لك انا بحبك تصدقه على طول، مش اي شخص يبتسم في وشك يكون بيكن ليك شيء خير جواه. لا، لازم نعرف نقرأ الامور كويس من منظور آخر. مش كل واحد كلمك بطريقة لطيفة يبقى معجب بيك، مش كل واحد قرب منك يبقى حابب، ده ممكن يكون في أغراض تانية خالص. لازم نبص للأمور من منظور مختلف. طيب السؤال اللي هيجيلي، ازاي اتأكد ان الانسان اللي قدامي ده صادق ولا مش صادق؟ هتتأكد برضو من نفسك، من روحك، من ذهنك. ازاي؟ هقولك ازاي. اشتغل على نفسك وعلى شخصيتك وعلى طاقتك كويس جدا. كل ما اشتغلت على نفسك، كل ما ثقتك بنفسك بقت عالية، كل ما حاربت الطاقات السلبية اللي بتشعر بيها، كل ما عملت اشياء تبعث لك الراحة والطاقة الايجابية، كل ما نسبة خذلانك وخداعك من الأشخاص هتقل. محدش هيقدر يخدعك، محدش هيقدر يتلاعب بيك. الكارما الكونية هتكون معاك وفي صالحك مش ضدك. أنا بشرح لكم الأمور بكل بساطة وبكل سهولة. كل الموضوع يكمن فيك أنت وأنتي، في الشخصية، في الشخصية بتاعتك، تعاملك مع الأمور. هل شخصيتك متغذية كويس روحيا ونفسيا وطاقيا؟ زي ما بتغذي نفسك بالأطعمة المفيدة، زي ما بيبقى فيه توازن في الغذاء علشان تصل لصحة أفضل، لازم برضو شخصيتك يكون فيها توازن، توازن في كل شيء. تقدري تزني الأمور، تقدري تعي الأشخاص من حولك بيشعروا تجاهك إزاي. لما تصلك مشاعر الحب وتعرفي ان انت على تواصل روحي مع شخص آخر وشخص بيفكر فيكي، تعرفي تعملي ايه وتشتغلي على نفسك إزاي وتتصرفي إزاي. مش نقعد نفكر ونشغل بالنا بالتفكير، نقعد للطاقات السلبية تتملك مننا، نقعد لمشاعر الحزن والاكتئاب تسيطر علينا وتسيطر على روحنا وتبقى مكبلانا. لا، انا هنا في القناة عايزة اوصل بيكم لمرحلة تانية خالص، وهي مرحلة الايجابية الطاقية. يعني طاقتك تبقى ايجابية مهما قابلت، مهما شفت، مهما شعرت، لازم تكون طاقتك إيجابية، لازم تكون روحك وشخصيتك متغذية كويس. احنا بنشتغل على أجسادنا فقط،
لكن ما بنشتغلش على روحنا، ما بنشتغلش على شخصياتنا، ازاي ننميها، ازاي نعزز ثقتنا بنفسنا، ازاي نصل الى ذاتنا العليا. لو طبقنا الحاجات اللي بقول عليها دي صدقوني مفيش اي حد هيقدر يسيطر عليكم، مفيش اي مشاعر هتقدر تأثر على طاقتكم، مفيش اي شعور بالحزن هيقدر يتملك منكم. الشخص اللي انت بتفكر فيه وشعر تجاهه بمشاعر، قلت في كذا فيديو بيوجه لكم طاقات، عايزاكم تكونوا متأكدين من ده، بيوجه لكم طاقات كبيرة جدا حتى لو تجاهلكم. التجاهل الشخص اللي بيتجاهلكم وانتوا شعرين تجاهه بمشاعر حب، تأكدوا ان هو بيفكر فيكم دايركت ما فيهاش كلام. التجاهل مقترن مع شعور الحب لما يكون الشخص الآخر خايف، خايف يعترف لك فتلاقيه بيتجاهلك. الخوف ده بيجيله منين؟ في أسباب كتيرة إن هو خايف يعترف لك، في أسباب في الواقع اللي هو بيعيش فيه بتمنعه إن هو يعترف لك، أو مش عايز حد يعرف إن هو بيحبك، أو مش عايزك تعرف إن هو بيحبك علشان ما يحسش إن هو ضعيف. هو هنا بيحس إن الحب ضعف، إن هو لو قالك أنا بحبك هنا يبقى ضعيف، هنا انت هتبقى اقوى منه، علشان كده بيبقى خايف يعترف لك. تابعوا القناة معي.